بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله. اسمك يا ملك المحفور من يوم ميلادك سيدنا النبي، الارض والسماء بتشع نور، ومهما امدح فيك سيدنا النبي وقول ابن رسول من امتك ربنا يجعل في وش ابوك، والتاجر الصادق الامين بفضل الصلاه على النبي بعشق امه وصحبه. لنا لقاء من داخل سوق بنها بتاريخ 7/3 بالصلاه على النبي، عرفكم الاسعار البقر اللحم بالصلاه على النبي. اللهم صل عليك يا نبي، عقول هايجه بالصلاه على النبي، هيجان هيجان في السوق بنها بالصلاه على النبي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. السلام عليكم يا معلم، سامعك الدكر ده؟ عامل كام ده بالصلاة على النبي كده؟ 45,000. اللهم صل على النبي. وزنه حوالي كام كيلو ده؟ 620 كيلو. السعر ايه النهارده عامل كام؟ 75 كيلو. وسنه؟ 71. سنه يا معلم؟ لبان. لبانة؟ اللهم صل. نوع ده؟ بلدي. بلدي؟ بقرون بلدي؟ بلدي. بلدي. مش بالارض، مش بالارض، مش بالارض. اللهم صل على النبي. هذا يا جماعه الفتحه وادي النظام، ها بقول عامله ازاي هيجه. صل على النبي. اللهم صل على النبي. عرفت بالله انا هقول له هو النظام، شايفين يا جماعه الهيئه والنظام. اللهم صل على النبي، ربنا يحمي الملل اصحابه. عرفت بالله والله يا اسامه. قلت وزنك كم كيلو يا ابني؟ 620. السعر الايام النهارده حاسب فيه بكام ولا ما؟ 70 و71 جنيه. ب 70 و71؟ النبي برضه معانا دكر، اللهم صل على النبي برضه. السلام عليكم يا معلم. سنه لبنه ان شاء الله؟ بلدي؟ بلدي. الصلاه على النبي، اللهم صل على النبي. وزن حالي كم كيلو ده يا معلم؟ وزن حالي كم كيلو كده؟ 400 كيلو. عامل كام ده؟ ما انت الله. بيع وشراء. بيع وشراء. 28,000. اللهم صل على النبي. وادي الفتحة من ورا ونظامها، اللهم صل على النبي. شو جابها من ورا كده؟ اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. برضه معانا ملطه بقى يا جماعه بالصلاه على النبي، بكر على الفرازه، اللهم صل على النبي. ياخدوه ب 65 جنيه مش ضعف دلوقتي. 65 بكم؟ 65 ايه ده؟ ونص يا عم يحيى. ب 65 ايه؟ 360 ان شاء الله. هنطلع على الميزان دلوقتي ونشوف ان شاء الله. سنه يا معلم الاجل ده؟ كسر جوز. اللهم صل على النبي. وزن حالي كم كيلو ده يا معلم؟ ها؟ ما وزنتش. عامل كم بامانه الله؟ كلام في بكام؟ بيشتروا فيه. بيشتروا فيه بكام؟ لسه الكلام ما فيه. لسه الكلام ما فيه. ودي الدكر يا جماعة بصراحة حاجة حمال طيبة بالصلاة، حاجة حلوة بالصلاة على النبي، وربنا يبارك لصاحب النصيب. يعني بكام ان شاء الله يا معلم كده ان شاء الله؟ عملوا ب 45,000 جنيه. عملوا ب 45؟ عملوا ب 45، اللهم صل على النبي. السوق النهارده في حاله ركود، الاسعار غاليه بالنسبه للحم بالصلاه على النبي. معانا بالصلاه على النبي برضه، ها؟ نقطه من العجول اللي في السوق برضه، سوق بنها. اللهم صل على النبي برضه. سنه يا معلم بالصلاه على النبي كده. سنه ايه؟ لبن. لبن. انت بارك لك، يعني بعت واشتريت الحمد لله. طيب اهم حاجه وزنه حوالي كم كيلو كده؟ وزنه حوالي كم كيلو؟ 600 كيلو. 600 كيلو. عامل كام ده بامانه الله؟ عامل 36. 36,000؟ اه. بالصلاه على النبي 100 100. الاسعار في الخفاضة. العجولة عاملة ازاي؟ 10 يا لا اله الا الله. ب 20 جنيه طلع البهايم دي. مين؟ ب 20 جنيه طلع البهايم. ماشي يا عم، الوضع
لا اله الا الله. هقول هيجي يا جماعه في السوق جامد، كميه لحمه رهيبه. بص طالعه سوري يا راجل، انا قصدي رجل مصر ان شاء الله حاج. يا مرحبا. ايه انا لك يا عم يوسف، نزلت الانيه تحت. محمد عزمي ده عامل كام يا معلم؟ كل عارف ده ما يعرفش، ده سواق، ده سواق بالسحب وخلاص. تعالى وانا افرجك. تعالى تعالى شو نعمل لك انا وانت. تعالى بتاريخ 7/3 بالصلاة على النبي. اللهم صل على النبي، معنى ذكره اللهم صل على النبي، يعني حاجه حلوه. عامل كام يا معلم الدكتور ده بالصلاة على النبي؟ بمرضي الله ده ب 27.5. ب 27,500. وزن حوالي كام كيلو كده؟ ما وزنتوش والله، حوالي 380. ما وزنتوش. وده ب 33,200. 33,200 براون ده اللحمه. بالصلاة على النبي، ارض محكمه سوق بنها. بالصلاة على النبي، الميزان النهارده عامل كام؟ 68 جنيه. 68 تنفيذ. في نزول في الاسعار عشان غلى الاكل. عشان غلى الاكل، العلف والذره. العلف والذره والرده. وكله. كل السلع بتاع الاكل غلى. ودي بالصلاة على النبي كده برضه. ودول الاثنين مع بعض. الاثنين مخليتهم مع بعض. 71,200. الاثنين ضمك مع بعض ب 71,200. اللهم صل على النبي. ده وده. مش ده. ده وده. ده وده. صورهم حلو بس. شوف اللحن عامل ازاي. اللهم صل على النبي. باين من الحاج شعبان حامد الشرق. وادي الفاتحه وادي النظام. اللهم صل على النبي يا جماعه. بصراحه اجمل طيبه. مال طيب بالصلاه على النبي. طب والاسمر ده؟ دوت ب 31,500. 31,500. اه. هات كده حاجه بعد اذنك. شوف فتحه النظام. ادي الفاتحه يا جماعه وادي النظام. تفاح بالصلاه على النبي. ها وربنا يبارك لصاحب النصيب. المفروض العجل يبقى في حته بس عشان اعرف اصور احسن. تعالى بقى. ده مش عجل. تعالى. في اثنين تانيين هم. اثنين تانيين معاك برضه؟ اللهم صل. اثنين اهم. اثنين دول؟ المتغم ده والمتغم ده زميله. اه. بص كده حط الكاميرا فوق كده على ظهره. بالصلاة على النبي. الأناء اللي في وسط دول. شايل لحم بالصلاة على النبي ومال طيبة بالصلاة على النبي، حاجة حلوة بالصلاة على النبي تفاحة. بضاعة. بضاعة سوبر بالصلاة على النبي. وادي الفتحة وادي النظام من ورا برضه يا جماعة. عاملين كام دوم يا حاج الاثنين دوم؟ ب 63,700. ب 63,700. رقم تليفون حضرتك كام بقى؟ 0100 650 51 32. الشكر بركه كفر الشكر اليوبي. صاحب الصلاه على النبي، صاحب السوق. الصلاه على النبي، صاحب سوق بنها بالصلاه على النبي. الميزان من سوق بنها بالصلاه على النبي. السعر ايه يا معلم؟ السلام عليكم الاول. الله وبركاته. السعر النهارده عامل كام؟ في البار 68 ل 70 جنيه. من 68 ل 70 زي ما هو زي السوق اللي فات بالظبط. واللحم بالنسبه للجاموس؟ الجاموس ب 60 جنيه. مفيش بقى ب 60 دلوقتي الجاموس؟ رفع. والصلاة على النبي. ايه رايك في السوق النهارده؟ والله هو الجو يعني ايه مريح بس الجو هادي شويه. هادي ما بقاش زي الاول. مش زي الاسبوع اللي فات. والاسعار الاسعار زي ما انا قلت لك كده زي السوق اللي فات. نفس نفس الميزان. نفس الميزان. ميزان الايه. صلاة على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. عجل هايج بالصلاة على النبي. عامل كام ده يا معلم؟ عامل 27,000. الهايج ده؟ اللهم صل على النبي. انت منين الأول؟ من هنا من بنا. منين من بنا؟ منين من بنا؟ أحلى ناس في حاجة. ميزان يا حاج النهارده من 68 لل 70. مش ميزان بقى، في خراب بتاع سوريا. عجل اللهم صل على النبي، حاجة حلوة. عجل عامل ازاي؟ الميزان يا حاج النهاردة 68 ل 70. خش على النار يلا. صل على النبي. بقول عاملة ازاي؟ اللهم صل على النبي. لحم. يا معلم معاكم مجال. عامل كام ده؟ ها؟ بيشتروا فيه؟ امسك يا محمد التليفون ده. على بالصلاة على النبي برضه مال طيبة. ذكر لحمة اللهم صل على النبي. سنه يا معلم بالصلاة على النبي. لبانة. لبانة؟ عامل كام؟ لسه بيتفصلوا فيه؟ عنده حرارة كان الجو. اللهم صل على النبي. حاجة حلوة مال طيبة. وكله 8 هم 8:30 من هنا. علاء قلت لك خليل واقف معاك دلوقتي وبعد كده وكيل ربنا مش انا بيع يجي 8:30 مش هبيع يجي اروح 8:30 يا رب. 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 يا ر
يابا بكام يا معلم؟ مش هعرف اقف قدامك عشان ده حاجه صغيره. حاجه ما كنا بيني وبين ولا كلمة بيني وبينك. عامل كام يا معلم بالصلاة على النبي؟ لا انت اللي هتقول. 37,000. 37,000 اللهم صل على النبي. سنه سنه. قوم يا قوم اجري يا عم. انا عارف بتجيبوا لي يا خالد. اجري يا عم. هذا معلم.